مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. انا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال كيفية تقديم المياه للأرانب خصوصا في فصل الصيف. اذا كما كتشوفوا معايا، يعني انا عاطيهم طاسات بحال هادو، انتما طاسات عاديين يعني كمبتدئ، واخا يعني الناس الحرفيين راه ممكن ان انهم يديروا هذه الطريقه، هذه غير طاسات يعني ديال 5 لتر وكتقرجوهم كتقطعوهم وكتعطيهم المياه. كاين اللي كيديرها بطريقه اخرى ديال هاد الشرابات، هاد النوع من الشرابات كما كتشوفوا معايا انتم، راه كاين واحد الحلمات هما. المهم كل واحد كيفاش كيقدم المياه للارانب، ولكن هاد الحلقه غادي نقسمها لشقين، كاين الناس ديال الباديه وكاين الناس ديال المدينه، يعني اللي عندهم الماء ديال الصنبور ديال الروبيني. نهضروا يعني بالدارجه العاديه ديال الروبيني، الماء ديال الروبيني. اذا الناس اللي عندهم يعني الروبيني، طريقه ديال التقديم ديال المياه، الا لاحظتوا معايا ملي كتحلوا الماء يعني جميع مناطق المغرب، يعني كنهضر على المغاربه، يمكن يقدر يكونوا تا بلدان اخرين يعني دول اخرين، ولكن حنا كنهضروا على المغرب. ملي كتحلوا الروبيني كتكبوا واحد الماء، يعني اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا انه في الاول كيكون يعني فيه واحد الكشكوشه، هذيك الكشكوشه راه الكلور، هذاك الماء راه مداوي، يعني كيديروا الكلور. هذا الكلور اسمه هو ماشي مضر، ولكن راه خاصو تخليه يرقد. كيفاش تخليه يرقد؟ يعني في العوض ما غتعطيو الارانب ديالكم مباشره المياه الماء، ممكن انكم تخزنوها في واحد القرعه مثل هذه مثلا، قرعه بحال هكا بحال هذا الشكل، ممكن انكم تخليوها في قرعه بحال هكا او قرعه صغيره، ولا اللي بغيتوا قرعه ديال 10 لتر مثلا، ماشي مشكل. اذا الطريقه وهي كالتالي، انكم غتكبوا المياه وتخزنوها بحال اللي كتكونوا كتخزنوها، كتخليوها واحد الليله كامله وتعطيوها لهم، ما كاين حتى مشكل. القضيه ديال الناس اللي كيخافوا على الارانب ديالهم من الحراره، كيسمو غادي يجيهم في العقل ديالهم، غادي يقولوا باللي غادي نشدوا يعني فوقيت هذيك الذروه يعني ديال الظهيره، يعني اللي كتكون يعني الشمس يعني حنا كنقولوا حاره، ونشدوا نعطيهم الماء من الثلاجه. الا عطيناهم الماء من الثلاجه كونوا متاكدين اننا غنتواضعوا مع هذوك الارانب، يعني بالدارجه بلا ما نزوقوش هضر. الا عطيتهم الماء في الوقيته ديال يعني الذروه ديال الحراره، وهذاك المياه بارده يعني من الثلاجه، كيسمو كيوقع ان المصام ديالهم ما كيحتملوش هذيك درجه الحراره البارده، مباشره كيموتوا. شحال من واحد يعني هذا الشيء، واحد المده واحد السيد دار هذه الطريقه، هذه كانت عنده واحد يعني ثلاثة الخلفات ولا يعني عدد لا بأس به، وكان كبرهم مزيان، إلا أنه كيتفاجئ أنه كيعطيهم الماء بارد يعني من الثلاجة، يعني كيقول غادي نخفف عليهم، يعني بحالهم بحال الإنسان، يعني غادي نخفف عليهم من 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 يعني من ذاك العناء ديال الصهد وديال الحرارة. قالش شنو نعطيهم؟ نعطيهم ماء من الثلاجة، ماء بارد. شنو كيوقع؟ كيوقع أنهم كي الكرش ديالهم يعني الجهاز الهضمي كيلقى واحد يعني تغير في درجه الحراره، وكيتفاجئ بهم كانهم كيموتوا. هذا الشق الاول من 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 من, من الحلقه. الشق الثاني وهو انهم يكونوا في الباديه. الناس ديال الباديه معروفه انهم ما عندهمش ماء الصنبور، يعني اسمو حنا كنهضروا الناس اللي كيجبدوا المياه من الابار من البئر. اشنو كيوقع؟ كيلقاو ان الارانب ديالهم مع المده كيولي البول ديالهم، اعزكم الله كنعتذر على الكلمه هذه، ولكن يعني خاصني ضروري نشرح هذه اللقطه هذه، وهو انهم كيولي الفزق ديالهم احمر مدمم. يعني اشنو كيوقع؟ كيوقع ان هذه المياه الجوفيه كتاثر لهم على المصارن ديالهم، وكيولي الفزق ديالهم مدمم احمر، ما كيفهموش علاش.
الطريقة سهلة، ماشي مشكل أنكم تلقاو أن المياه ديال الآبار يعني فيها مخلطة بواحد التراب، يعني ضروري أن خاصها تصفى، وخا تصفيوها كيبقى فيها هذاك كيبقى فيهم هذاك المشكل. طريقة وهي أنكم تشدوا واحد 10 يترو مثلا ولا 20 يترو ولا، وديروها في على النار، يعني تسخنوها لواحد درجة معينة وتقدموها للأرانب ديالكم، وكونوا متأكدين أن غادي تبدل عليكم الأرانب ديالكم، ما غاديش يبقاو يرميو داك الماء، يعني البول ديالهم ما يكونش أحمر ومدمم. إذا طريقة سهلة بالنسبة للناس اللي عندهم، يعني خلاصة القول، الناس اللي عندهم الأرانب ديالهم في المدينة وبغاو يحافظوا على الأرانب ديالهم كوقاية، أنهم الأرانب ديالهم ما يعطيهمش الماء من الصنبور مباشرة، وحتى الإنسان يعني حتى البشر يحاولوا أنكم ما تاخذوش الماء من الروبيني مباشرة، خليه إما سخنوه، ممكن أنكم تسخنوه، ممكن أنكم تخليه واحد المدة عاد تشربوه، ما تشربوش بالكشكوشة ديالو، لأن راه كتأثر على المعدة بواحد الشكل سلبي. كاين قضية أخرى وهو الشق الثاني من الحلقة، وهو بكل بساطة المياه ديال الآبار ما تعطيوهاش للأرانب ديالكم، راه كتأثر لهم على المعدة ديالهم. سخنوا هذاك الماء وأعطيوا لهم بالصحة والراحة إن شاء الله. كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، حلقة مهمة، حاولوا أنكم تفهموا شنو هو، يعني تعاملوا بذكاء مع كيفاش تعطيوا الأرانب ديالكم المياه، يعني حركة بسيطة ممكن أنكم تحتفظوا على الأرانب ديالكم. الحلقة ديالنا راه سالات، ما تنسوناش بزر جيم تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.